بقول لك يا محمد، انا دلوقتي طالع جاي من الجامع وفي ناس بيقول لي الف مبروك يا محمد، ما تعرفش فيه ايه؟ لا والله انا ما اعرف، مش عارف. طب انا اعرف منين انا التاني؟ مش عارف، انا قاعد بتفرج على الماتش والله مش عارف حاجه. ده انا خلاص انا مخ طار والله، مش عارف والله. الناس دي مش عارف اللي هم عبيط ولا انا عبيط، مش عارف، ما اعرفش والله ما عارف. الف مبروك يا حاج، الف مبروك يا حاج. الو الو، ايوه ابو احمد، ايوه ابو احمد. اسمع يا عم، التليفون جاب البلد اهو. بقول لك ايه؟ بقول لك في ناس اللي بينزل على النت اهو، اعمل ايه بقى مع اخواتي؟ قول لي انا اعمل ايه معاهم؟ هو مين؟ محمود اللي عمل كده؟ هو في اللي هو؟ هو في اللي هو بيلعبني؟ طب ما تدعي عليه شوف. نعم. يا ابني والله يا ابو احمد انا ما عملت حاجه. والله زي زيكم. ده بقول لك بصلي العشاء يا ابو احمد. بصلي العشاء الناس بتبارك لي. الف مبروك يا حاج. الف مبروك يا حاج. اه انا كده عرفت. ايه؟ محمود ابنك منزل على اهو سامع. محمود منزل على الواتس ان بيقول لك فرحتي يوم الخميس الجاي. فرحته ايه؟ يوم الخميس الجاي. اللي جاي لي ده؟ اه. على مين؟ مش عارف على مين. انت جاي لي حتى مسوق اللي جوه. هو نايم. انت ينام تنام عليه حيط. يا رب الدنيا تيجي عليه. ايه يا عم اللي انت عامل على الفيس ده؟ والله يا محمد انتوا بتعلصوا الكوريه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ ابوك انت جاي زعلان علينا؟ تعالى خد لك كلامين يا عم، خد لك كلامين. اتفضل يا بابا. مش عشان كده يا بابا، بس في ايه يا بابا على الصبح؟ صبح؟ يا ده احنا بالليل يا ده صليت العش. يا اتفاوض مع ابوك يا كنت مطبق. ما اعرفش يا بابا. مطبق؟ في ايه طيب؟ مطبق على التريلا ولا ايه؟ طب في ايه طب ايه؟ انت بتجيب سلام يا بابا. هو متعصب ليه؟ الناس عماله تقول له مبروك يا عم. الناس تقول له مشكله حاجه تزعله بدل ما يفرح عليه. ما هو عايز يعرف على مين يا ابني. ما انا عايز اعرف. بركه ولا كيس شاورما. انا عيد زائد في البلد اتصل بيني يا ابني. انت جربت عليا الدنيا في البلد. انت مش عايز تخلينا نيجي يعني؟ ما انا منزل البوست عشان خاطر البوست. البوست البوست ده منزل بوست على الفيسبوك وعلى يا عم كلمني الله يبارك لك بالعربي. ايه البوست ده؟ انا ما عرفتش بوست. انا منزل يا بابا. منزل كلام كده. تمام اوكي. عشان خاطر كله يتعزم يا بابا. ايام زمان ان انت تقعد تتصل تعزم الناس ده خلص خلاص. انا ما عنديش مانع. انا عايز اعرف. كنت عرفت ابوك. انا مش كنت عارف ارد على الناس يا بابا. ما هي طلعت الجامع البنت مقطوعه من شجره. فانا خلصت انا يا عم. ما احنا مقطوعين من الشجره عند ربنا. ايوه لا هي اقصد يعني ملهاش اهل يا بابا. بنت غلبانه كده يا عم. انا كلنا غلبانين والله. انا غلبان. هي بتشتغل احلى؟ بتشتغل ايه يعني؟ انت بتاخد انت معاها يا بابا. والله العظيم ده يمكن حلوه بنت شقيانه والله العظيم وكفرانه يعني. عارفه بتجيبك ازاي دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه؟ ماشي ما قلناش حاجه. احنا المفروض نقف جنب محمود. محمود مش صغير يعني. في ايه يا بابا؟ محمود مش صغير يا ابني. لسه عنده 20 سنه. ايوه مش فاكر مدخنه. ايوه والله. هي بكده ولا ايه؟ هي ماشيه بكده دلوقتي؟ هو الجواز ماشي بكده؟ البت يا بابا البت يعني بتشتغل طول الليل كفرانه والله طول الليل. ليه بتشتغل ايه؟ شغاله ولا ايه؟ بقول لك طول الليل شغاله. طب اديني يا عم شغاله نضيفه ولا حاجه؟ اكيد شغاله نضيفه ولا حاجه. نقول بقى في التمريض. شغاله في التمريض. ايوه اللي هم الورديات. الورديات شغاله كده. بص يقول لك تمريض ويقول لك مدير. امال ايه؟ يا بابا دي شغاله في قول يا عسل. انت شغاله في قول يا عسل. شغاله فتاحه. فتحت؟ فتاحه. فتحت ايه؟ فتاحه بقى بتفتح يعني المشروبات الغازيه في 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 الكباريه والنايتات وكده. عليك وعلى طينتك السود. ايه اعصابك كله ده؟ إيه وجايب لي واحده عشان تفتح لنا ميه معدنيه بقى. الله ماشي. انت جاي معلمه هنا. فك بابا بابا. مش هيك ده شغاله كده؟ ايوه هو بس ما يا لما تاكلتيني يا جدع. ولا حد بيعمل لها كده ولا حد. ان شاء الله الفرحه بتاعت محمود اخويا الخميس الجاي. حبيبي يا عم العلاقه. بوس 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 حاج. فرحان انت وحاج. اللي هيتكلم معايا ما يتكلمش معايا. اهدى طبعا.